تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباح الخير والسعادة، لأن صحتكم تهمنا وتسعدنا يسرنا نطلع عليكم في برنامجنا الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا عبر الهاتف على أرقام التواصل 600551414 وللرسائل النصية 4006. وأطيب التحيات مني محدثتكم آمنة آل علي، ويصبح عليكم أخوي عبد الله جمعة. صباح الخير أختي آمنة، ودائما نصبح على مستمعينا الأعزاء بصباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى لكم جميعا مستمعينا الأعزاء بيوم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. وطبعا أعزائي المستمعين نذكركم بالالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها الحفاظ على مسافة آمنة بينكم وبين الآخرين، ولا تنسون تلبسون الكمامة في الأماكن المغلقة وحتى في الأماكن العامة، ولا تنسون أيضا غسل اليدين. وفي حلقتنا لليوم بنتناول آخر الأخبار العالمية والمحلية، وبيعرفنا زميلي عبد الله على التحذير الطبي للمواليد اللي يولدون بالقيصرية يواجهون خطر معين، بيحدثنا عنه عبد الله. وأيضا لدينا اليوم في فقرة السوشيال ميديا آخر مستجدات السوشيال ميديا مع زميلتنا أسماء الجناحي، وفي فقرة خدمات الهيئة بنتناول موضوع العيادات النظيفة اللي استحدثتها الهيئة في ظل جائحة كوفيد-19. وأيضا أعزائي المستمعين بيكون عنا مصطلح طبي واللي هو غسيل الكلى، وبنتناول في فقرة التغذية الغذاء الأول للطفل. وكذلك في نهاية حلقتنا لليوم بيكون معنا فقرة صحة المرأة، وبنتناول في هذه الفقرة تمارين مهمة جدا واللي هي تمارين عضلات قاع الحوض اللي بتعرفنا عليها الدكتورة هالة الكتبي. فخلوكم معنا أعزائي المستمعين لتستفيدون من مواضيع حلقاتنا لليوم، ونتمنى لكم كل الاستفادة والاستمتاع في هذه الحلقة. وبنبدأ طبعا أخبارنا لليوم مع أخوي عبد الله. مرحبا أختي آمنة، وأنا أخذ أول خبر مستمعينا الأعزاء عن التحذير الطبي بالنسبة للمواليد القيصرية يواجهون بعض المشاكل. أفادت نتائج دراسة علمية جديدة أن الأطفال الذين يولدون من خلال العمليات القيصرية يواجهون خطر الإصابة بالربو والحساسية، وفي بعض الأوقات في مرحلة الطفولة المبكرة. وأيضا في دراسة أجريت على 700 طفل اكتشف باحثون أمريكيون وجود صلة بين الأطفال المولودين بعملية قيصرية والإصابة بالربو والحساسية في سن 6 سنوات. طبعا أعزائي المستمعين اليوم بتعرفنا زميلتنا أسماء الجناحي على آخر أخبار السوشيال ميديا. بتكون معانا أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. وطبعا أخوي عبد الله لدينا الكثير من الأخبار اللي بعدنا ما اتطرقنا لها، نطرق لأحد الأخبار قبل لينا تجهز أختنا أسماء. نعم، أيضا أختي آمنة عندنا خبر اليوم عن 10 زيوت اللي تحسن من جودة النوم وتنهي مشكلة الشخير. طبعا هناك بعض الزيوت الأساسية وهي عبارة عن سوائل زيتية عطرية يتم استخلاصها من أجزاء مختلفة من النباتات مثل الزهور والبراعم والجذور والأوراق والقشور التي تستخدم في الزيوت الأساسية لعلاج الكثير من الأمراض.
مثل تخفيف التوتر وزيادة الطاقة وتخفيف أيضا الصداع وتحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق وعلاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما. نعم، وطبعا أخوي عبد الله من هالخبر بننتقل للخبر الآخر اللي يقول نقص فيتامين دال يرتبط بالزهايمر والبرانكسونز. ينصح العديد من المهنيين الصحيين باستخدام مكملات فيتامين دال، وذلك لأسباب عدة، أحدها أن نقصه يرتبط بمرض الزهايمر والبرانكسون. ويقول العالم الرائد الدكتور غاريث ديفنز الحاصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء الطبية من جامعة إمبريال كولج إن نقص فيتامين دال يمثل مشكلة كبيرة. ينصح العديد من المهنيين الصحيين باستخدام مكملات فيتامين دال، وذلك لأسباب عدة، أحدها نقص هذا الفيتامين. وصرح في أحد المجلات أنه يلعب دورا مهما في نمو المخ وتنظيم وظائف الدماغ وصحة الجهاز العصبي. ولوحظ أن نقص فيتامين دال يوجد بشكل شائع في مرضى الزهايمر. وطبعا أخوي عبد الله ننصح أعزائنا المستمعين دائما أنهم يتناولون مكملاتهم الغذائية إذا كان عندهم نقص في أحد الفيتامينات. صحيح، ودائما اختيامنا المكملات الغذائية أيضا لابد أن يتم يعني أخذها بعد الاستشارة الطبية وبالأخص من خبراء التغذية، لأن هناك بعض المكملات الغذائية إذا تم أخذها في أو جرعات يعني مثلا قليلة أو جرعات كثيرة دائما يكون لها أضرار جانبية على صحة الإنسان العامة. وأيضا اختيامنا خلنا نذكر مستمعينا الأعزاء بأن هيئة الصحة بدبي تقدم خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق بإمارة دبي في مول الإمارات ومركز سيتي سنتر ديرة وأيضا مردف سيتي سنتر. وبإمكان مستمعينا الأعزاء التواصل مع الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8342 للمزيد من المعلومات. والحين أعزائي المستمعين أختنا أسماء جاهزة تحدثكم عن آخر مستجدات السوشيال ميديا. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صباح الخير أسماء، وحدثينا على السريع بما أن اليوم أسماء شكلها متأخرة شوي علينا، فبتحدثنا على السريع عن آخر مستجدات السوشيال ميديا. من أبرز الأشياء اللي صارت أمس في قنوات التواصل الاجتماعي كانت تغريدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهي تقول التقيت اليوم فريقا طبيا إماراتيا أجرى جراحة هي الأولى في المنطقة ونادرة عالميا لتقويم تشوه في العمود الفقري لجنين في بطن أمه عمره أقل من 6 أشهر. سعيد برؤية أصحاب هذا النموذج الملهم يعيدون البسمة إلى وجه أسرة إماراتية تستعد للترحيب بطفل معافى. كما ذكر سموه الطب من أثمن المهن وأنبلها، الكادر الطبي الإماراتي على درجة عالية من الكفاءة، ويعز ثقتنا في حصول جميع أفراد المجتمع على أفضل أشكال الرعاية الصحية والخدمات العلاجية في كافة الأوقات. نشكر كوادرنا الطبية والتمريضية ونحن نفخر بجهودهم ونقول لهم صحة الناس وسعادتهم أمانة في أيديكم. هاي كانت من أكثر التغريدات اللي تم نشرها حول الأمور الصحية في دولة الإمارات يوم أمس. وصح نحن نفخر بكل كوادرنا ما شاء الله عليهم، يعني اللي يشتغلون وما يعني يوفرون أي وقت إلا في خدمة المرضى. طبعا هاي التغريدة رفعت من معنويات الكثير أسماء. صحيح، أيضا من ضمن الأشياء نحن إن شاء الله قريبا جميع مراكز والمرافق هيئة الصحة راح تكون بالنظام الدفع الذكي، وما كان ما راح يكون في معاملات نقدية. فتم وضع طريقة لتعبئة نظام الإيوالت اللي يكون عن طريق الهاتف والدفع اللي مثلا يسمونها contactless، يعني بس عرض عن طريق الباركود. كيف تعبئة البرنامج وكيف يستخدمونها كلها موجود قنوات تواصل اجتماعي. أيضا نحن مستمرين في الحملة أو الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر. هاي تقريبا من الأشياء الرئيسية اللي صارت قنوات تواصل اجتماعي. بنتمنى للجميع الصحة والسعادة وأخذ الإجراءات الاحتياطية من مثل لبس الكمام والتباعد الجسدي، ودمتم بصحة وسعادة.
دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي اللي حدثتنا اليوم عن مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا أخوي عبدالله نحن سعيدين بتغريدة سمو الشيخ حمدان بن محمد اللي حثت ورفعت من معنويات الكادر الطبي في هيئة الصحة بدبي وجميع الموظفين. الصراحة تغريدة جميلة ونحن طبعا على أتم الاستعداد سواء في ظل جائحة كوفيد أو خلال أي عمليات أو أي أمور تتعلق في هيئة الصحة في دبي. كادرنا الطبي جاهز ومستعد دائما لتقديم الأفضل لإمارة دبي وللإمارات أجمع. صحيح. أيضا أختي آمنة بناخذ فاصل وبعد الفاصل عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي. واليوم مستمعينا الأعزاء تحت عنوان العيادات النظيفة التي استحدثتها هيئة الصحة بدبي في ظل جائحة كوفيد 19. دائما نقول مستمعينا خلكم مع صحة وسعادة. فاصل وراجعين. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا ورجعنا لكم مرة ثانية لبرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ومن خلال هذا البرنامج أحب أن نذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ اختيامنا عيال فقرتنا لهذا اليوم فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي تحت عنوان العيادات النظيفة التي استحدثتها الهيئة في ظل جائحة كوفيد 19. دائما هيئة الصحة بدبي مستمعين الأعزاء حريصة على توفير عدد من العيادات النظيفة بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية في ظل جائحة كوفيد 19 لتقديم خدماتها المتعددة للمرضى ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا اليوم أن تكون معنا الدكتورة مي أحمد غباش أخصائية طب الأسرة بقسم الأمومة والطفولة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة مي صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والسرور أخ عبد الله. الله يحييك دكتورة مي وسعيدين جدا وجودك معنا في برنامجنا الإذاعي اليوم. والحقيقة دائما يعني تتحفونا بخدماتكم المميزة اللي دائما يعني تزيد من يعني مستوى سعادة متعاملين هيئة الصحة بدبي. وحابين دكتورة تكلمينا أكثر اليوم عن العيادات النظيفة بهيئة الصحة بدبي. أكيد أخ عبد الله العيادات النظيفة هي عيادات مستحدثة وعادة تسمى نظيفة لأنها العيادة تكون خالية من مرضى الكوفيد أو من عندهم أعراض المرض وبحيث أن تضمن عدم اختلاطهم بالمرضى الآخرين وبالتالي تقلل من مخاطر المخالطة والإصابة بالمرض بالأخص الفئات الحساسة مثل الأطفال والحوامل ومن عندهم أمراض مزمنة تؤثر على مناعتهم. صحيح. وخلال هذه من خلال هذه العيادة الموظفين يتم أخذهم بالإجراءات الاحترازية القصوى سواء في يعني في اللي يلبسونه لما يشوفون المريض أو الأسئلة اللي يسألون إياها لما يدخل بعدين المسافة بين كل مريض وآخر سواء كان في غرف الانتظار أو عند الدكتور أو عدد المرضى اللي يدخلون عند الطبيب نفسه يعني عادة لما كان في عيادة المنذر أو لازال يعني يقللون عدد المرضى دخولهم حساس أن يكون في نوع من عدم الاختلاط ويقلل من خطورة الإصابة بالمرض. صحيح. طبعا أكيد دكتورة يعني هاي العيادات النظيفة يعني مبادرة من مجموعة كبيرة من المبادرات اللي تم يعني العمل عليها خلال جائحة كوفيد 19. وبالأخص دكتورة أكيد يعني أنتوا خدتوا بعين الاعتبار اللي هم مثل ما ذكرتي يعني فئات الأطفال والحوامل من الفئات اللي أكيد يعني لهم يعني عناية خاصة ولهم اهتمام خاص أيضا من هيئة الصحة بدبي. صحيح صحيح. نعم دكتورة عدد العيادات اللي تم استحداثها وأماكن تواجدها في هيئة الصحة بدبي.
طبعا أول عيادة تم استحداثها مثل ما قلت هي عيادة المجزر وفي شهر 4، وهاي العيادة كان يشاف فيها هم لهم الأطفال والحوامل، لا زالت هاي العيادة قائمة على العمل على أنها عيادة نظيفة. بعدين في شهر 6 تم استحداث عيادة أخرى اللي هي عيادة المزهر، بس في عيادة المزهر يشوفون فيها كل فئات العمرية من لم يكن يتواجد عندهم مثلا أعراض المرض وما كان وما أثبت عليهم أن عندهم مرض كوفيد، بحيث أن نضمن سلامتهم. صحيح. وكذلك بعد في شهر 10 بعد افتتحوا عيادة الصفا كعيادة نظيفة، وفيها بعد أن يشافون المرضى بشكل عام، وكذلك فيها عيادة لصحة الطفل بشكل يومي. نعم نعم دكتورة مي، طبعا ممكن تقولي لنا دكتورة عن الفئة أو يعني الفئة المستهدفة واللي قدمتوا لها، قلتينا فئة الأطفال وفئة الحوامل، الحين نبغى نعرف أهمية استحداث عيادات مثل هذه العيادات في ظل هذه الأزمة. طبعا مثل ما قلت لك أخت آمنة معاي صح؟ نعم. بالنسبة لهاي أهمية هاي العيادات جدا مهمة، لأن هي تستهدف يعني تستهدف ضمان سلامة الفئات المستهدفة وعدم مخالطهم بالمصابين بالكوفيد، لأنهم فئات حساسة مثل ما تفضلتي. طبعا قلنا الأطفال في البداية أن التطعيمات جدا مهمة، والتطعيمات مهمة لصحة الطفل عشان نعزز مناعتهم بناء على توصيات برنامج التطعيم الوطني الموسع ومنظمة الصحة العالمية. لذلك تم افتتاح هذه العيادة لتشجيع المراجعين لحضور المواعيد، أن نأكد عليهم وأهمية التطعيمات لضمان سلامة المجتمع من تفشي الأمراض الناجمة عن عدم أخذ تطعيمات الطفولة في الوقت المحدد للتطعيم. طبعا في يعني أضرار تابع لهالشيء. نعم. هذا بالنسبة للأطفال. بالنسبة للحوامل جدا مهم متابعتهم، خاصة وقت الجائحة، لأن متابعة الحوامل يكون بشكل دوري، وطبعا مثل ما قلنا الحوامل يعني يشوفون بشكل دوري يعتمد على أشهر الحمل، يعني في أوقات نشوفهم مرة كل شهر، بعدين نزيد متابعتهم إلى مرة مرتين في الشهر أو مرة في الأسبوع على حسب تقدم أشهر الحمل، وهذا شيء جدا مهم. بعد مهم لتشخيص المبكر لأي أمراض تخص الحوامل متابعتها وعلاجها المبكر لتفادي الأمراض الناجمة عن عدم تشخيصها المبكر على الأم والجنين. نعم دكتورة مي، أنا كمتعامل في هيئة الصحة في دبي مرينا في فترة كوفيد 19، فترة كانت جدا عصيبة على الجميع، وكنت أنا في هذه الفترة من الأمهات الحوامل، وأنا اليوم يعني أقدم هاي الرسالة يعني رسالة شكر من هذا المنبر، ليس لأنني يعني موظفة في هيئة الصحة في دبي، ولكن كمتعامل لهيئة الصحة في دبي. رحلة المتعامل كانت رحلة جدا مريحة في مركز الممزر الصحي، سواء من دخول يعني المتعامل من البوابة كان يسأل جميع الأسئلة، هل أنت مخالط، هل سبق أن أصبت بكوفيد 19، يعني كانوا حتى الطاقم في الصيف وفي عز الحر كانوا طاقم، صراحة أنا فخورة جدا بالكادر، أولا طبعا الكادر الطبي كامل والكادر المواطنين والبنات يعني البنات الشابات نفسنا، لأن كانوا يحسسوننا أن نحن يعني كأن أنتي في البيت، يعني مو بنتي رايحة العيادة، لأنك أنتي تخافين هاي الفترة تطلعين من البيت. صراحة يعني مشكورين على جهودكم المبذولة، كنتوا توقفون بالساعات عند الباب، وأنا أتذكر وفي متعاملين ما يتجاوبون يقولون بس شخص واحد يدخل، لا أنا بدخل حد معاي وليش بس شخص واحد، لكن كنتوا صراحة احتويتوا الأزمة هاي، وأنا قدمت لكم قبل شكر على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن يعني صراحة من الفئات اللي إحنا بعد شفناها، أنا وين سعيد بهذا الشيء. لا والله دكتورة يعني أنا يوم شفت الموضوع اليوم قلت يعني أقل ما يمكن تقديمه لكم اليوم دكتورة الشكر الجزيل، لأن أنا بعيني نظرت لهذه الإجراءات الاحترازية، نظرت لتعاملكم، طمنتونا وأثلجتوا صدورنا، وكنا خايفين في فترة يعني حتى ما تبين تروحين المستشفى من الخوف، لكن أنتوا قلتونا لا صحيح هاي عيادة نظيفة. العيادة نعم بالضبط يعني نطمن الموجودين، وصح مثل ما أنت تفضلتي كان وايد صعب أن يعني نفهم وجهة نظرنا للناس، كل حد جاي مثلا يبا يدخل مع ولده. حكينا دكتورة عن هاي الصعوبات أنا شفتها بعيني، أباك أنت اليوم تقولين الصعوبات اللي واجهتكم،
يعني كأطباء، ونصيحة منك تقدمينها للمستمعين أو المتعاملين اللي يتعاملون مع العيادات النظيفة ومثلا يرفضون أن يستجيبوا لكم ويستجيبون لهاي التعليمات، شو تقولي لهم دكتورة؟ طبعا هاي العيادة أصلا تأسست مثل ما قلنا قبل أن هاي العيادة تأسست عشان سلامة المجتمع وخصوصا الفئات العمرية اللي ذكرت. نعم. فعشان كذي كان في نوع من التأكيد عند المدخل أن مثلا الطفل ما يدخل إلا مثلا مع شخص واحد، يا أمه يا أبوه، أو مثلا الحرمة الحامل ما تدخل إلا وحدها عشان ما يكون في نوع من الاختلاط. طبعا في صعوبات مثل ما تفضلتي في تقبل الموضوع، بس صراحة بشكل عام المجتمع كان متعاون، يعني في يعني الغالبية متعاونة صحيح دكتور؟ هي نعم كان الغالبية كلهم متعاونين. في بعض الفئات يعني كان يمكن يبالها وقت عشان تفهم مثل ما يقولون concept أو الفكرة من خلال هاي العيادة، بس بعدين مع الوقت نحن روحنا تدربنا وعرفنا كيف نتواصل معاهم. وطبعا مثل ما انت تفضلتي نحن يعني معظم الستاف كان واقف عند الباب يعني يسوون له عملية. صحيح. يعني دكتورة انا استغربت يوم قلتي لي ان انتم الاطباء اللي كنتوا واقفين عند الباب، انا كنت اقول يمكن يعني من الكادر الاداري. لا ضروري طبعا عند الباب كنا واقفين مع الممرضات ومع كل حد، ما حد قصر في هذا الموضوع، بس طبعا الاطفال كنا نراجع ملفاتهم للتطعيمات، هل عنده تطعيم، هل ضروري هاي الزياره، او ممكن انه ينشاف وقت آخر عشان ما يكون في نوع من التخالط مع المرضى اللي داخل. وكذلك الحوامل يعني إذا مثلا كانت الحالة طارئة نوجهها بشكل مباشر إلى المستشفى، إذا الحالة بعدها ما فتحت لها ملف كنا نساعد وندخلها، لأن إحنا معظمنا أطباء أسرة فكنا نفتح لها ملف ونفس الوقت نشاف بحيث إنه ما في مرتين للعيادة أو يكون نوع من الإكسبوجر كذا مرة، عرفتي؟ فكان في تعاون ما شاء الله بين الستاف نفسه والمرضى. يعني بشكل عام نحن يمكن من الأشياء اللي استحدثوها في الكوفيد هذه العيادة النظيفة نعمة للمجتمع، وإن نحن الله أعطانا هالفرصة أن نشتغل فيها. نعم دكتورة مي، أنا شاكرة لك شخصياً ولجميع الكادر الطبي في عيادة الممزر وفي جميع العيادات النظيفة في هيئة الصحة في دبي. شكرا لك وشكرا لفريق العمل وشكرا لجميع الممرضات اللي يعني احتوونا. كل الشكر، جزاهم الله خير، ما قصروا يعني. نعم وافدتينا صراحة. إن شاء الله بعدنا على يعني بعدنا نخدمكم على أكمل وجه. إن شاء الله. شكرا لكم دكتورة، ونتمنى أن المستمعين تعرفوا اليوم على العيادات النظيفة اللي استحدثتها هيئة الصحة في دبي في ظل جائحة كوفيد 19. وطبعا الحين بعد هذه الفقرة بنطلع معاكم أعزائي المستمعين لفاصل وبنرجع نتواصل معاكم، انتظرونا. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة إذاعة نور دبي. ونرحب باتصالاتكم ومشاركاتكم معنا مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع لفقرات برنامجنا لهذا اليوم مع مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان غسيل الكلى وباللغة الإنجليزية dialysis، هو نوع من أنواع العلاج المتوافر التي يستخدمها الأطباء كحل بديل عندما تفشل الكلية في أداء وظائفها على أكمل وجه. وهناك طبعا نوعان لغسيل الكلى، وهما النوع الأول الهيموداياليسز، وهنا يمر الدم عبر جهاز خارجي يعمل على تقنيته قبل إعادته للجسم نظيفا من السموم. والنوع الثاني من الغسيل الكلى بريتونيال دياليسز، تتم تقنية الدم في هذه الطريقة داخليا أثناء وجوده في الجسم، حيث يتم إدخال سائل معين إلى منطقة البطن ويقوم بامتصاص كافة السموم من الجسم. ومع فقرة التغذية والأخت آمنة العلي. أخوي عبدالله، اليوم في فقرة التغذية بنتكلم عن الغذاء الأول للطفل، ومثل ما نعرف أن الطفل دائما في العمر يعني في الشهور الأولى من عمره عندما يبدأ بالأكل لازم تكون تغذيته سليمة، وهذا ليقلل من إصابته بالأمراض.
ولذلك اليوم بتعرفنا الأستاذة لميا مصطفوي على كيفية البدء بإدخال الطعام للأطفال. صباح الخير أستاذة لميا. صباح النور بيتك، شرحيتي، يعطيك العافية. الله يعافيك دكتورة، أهلا فيك. نبدأ أول شيء مثل ما قلتي أنتي من مرحلة الفطام، بس بنعرف المستمعين شو هي مرحلة الفطام. مرحلة الفطام هي مرحلة تحول الطفل من الرضاعة اللبن إلى تناول مواد الصلبة، مرحلة مثيرة للاهتمام وخطوة كبيرة حق الأم وحق الطفل. في هالمرحلة يدخل الطفل عالم جديد من زبلق، هو متعود بس الحليب، فهالمرحلة هو بيدخل في شيء ثاني. وبعد تناول الطعام أحد أفضل اللذات في الحياة، كما أن وزن الأطفال يتضاعف بشكل نسبي عند بلوغ 6 أشهر ويصل إلى 3 أضعاف وزنه وزن الولادة يعني عند بلوغ سنة، وهذا إلى جانب أن سرعة نمو الطفل يكون في السنة الأولى من حياته. نعم. نبدأ إحنا أول شيء مثل ما نقول متى نبدأ الفطام. في دراسات إحنا قبل كنا نقول 6 شهور، بس الحين قاموا يقولون والله الطفل اللي يبدأ من 6 شهور الطفل هذا يتنقل في الأكل، اللي نسميه بالإنجليزي إحنا البيكي إيتر. فأحين قلنا نقول لا، من بين 4 إلى 6 شهور حسب تطور الطفل، حسب الطفل شو يعني تشوفونه أنتوا، هل هو مهتم للأكل وأنتوا تأكلون قدامه، هل هو مهتم للأكل. أستاذة لمية الحين احترنا نحن كأمهات، يوم يقولون ابدوا من 4 شهور، يوم يقولون ابدوا من 6 شهور، أنت شو تقولين حق المستمعين اليوم على يعني خير يعني آخر شيء؟ خير الأصول الوسط، أنا أقول في الخامس. في الخامس أوكي دكتورة، الخامس بين وبين. فهل يعني هل عمر تحسين الطفل قادر يشد نفسه، قادر يثبت نفسه شوي في القعدة؟ تحسين الطفل في الخامس بدأ يوم تأكلين أنت يعني يتبع معاك أنا بأكل لقميني أنا. نعم صحيح. إنزين مثل ما قلت أنا نبدأ بال5 شهور، ونبدأ بشو؟ نبدأ أول شيء بالخضار، بعدين نبدأ بالنشويات، وبعدين نبدأ بالفواكه. في ناس يقول شو والله لا حنبدأ بالفواكه، لا لو تبدأ بالفواكه الطفل ما شاء الله عليه لو تطعم الشيء الحلو ما بيطعم الشيء المر، احنا هذا ما قبلنا وصل. وأستاذة لمية ممكن تقولي لنا إذا بدينا بالخضار يبدون الأمهات الخضار كلها مع بعض ولا صنف صنف؟ أنا بنيتي في هذا. نعم. هاي اسمها في ناس يتحملون الأكل وفي ناس ما تتحمل الأكل، اللي هي تسمى اللي هي الحساسية. الحساسية هي عدم تحمل الطعام وهو رد فعل الجسم شديد أو غير طبيعي لمواد غذائية، ولا يتضمن رد فعل جهاز المناعة. نعم. عادة ما يكون سبب المشكلة نقص بالمواد الكيماوية في الجسم، ويتألق رد الفعل هذا بالامتصاص والهضم. كيف بعرف أن طفلك عنده مشكلة؟ أو شو هي الأعراض أن الطفل عنده حساسية؟ الغثيان، السعال، الدوائر تحت العين، الطفح الجلدي مثل الإكزيما، الإسهال وألام البطن بكرامة، الغازات الكثرة، التعب ومشاكل في السلوك والصداع. إنزين أي كيف أنا شو أسوي عشان أنا أعرف أن طفلي هل هو عنده حساسية ولا لا؟ المفروض أنا ما أدخل مثلًا بدخل خضار، ما أدخل كل الخضار مجموعة. أول شيء أنا أشوف إنه أنا كأم أو الأب هل في العائلة عندنا إحنا مشاكل في حساسية الأكل ولا ما عندنا؟ نعم. إذا عندنا أنا أقول لك كل خضرة، أو ما نبدأ بالخضار مثل ما قلنا كل خضرة 5 إلى 7 أيام. إذا الأهل ما عندهم مشاكل أساسية الأكل كل خضرة نداها من 3 إلى 5 أيام. الحين بدينا مثلا بالجزار 3 إلى 5 أيام ما تحسس الطفل، في اليوم مثلا السادس ببداله مثلا البطاطس 3 إلى 5 أيام ما تحسس الطفل، جربنا هاي 3 أيام هاي 3 أيام 5 أيام 5 أيام ما تحسس الطفل، في اليوم اللي مثلا على العاشر أنا أكثر أمكز بين الجزر والبطاطس. بعد ما أنا أتأكد من أكل لوحدها. صحيح أستاذ لمية، طبعا أنا داش بعد وياكم في موضوع رغم أنه يعني أحب دائما الأخت آمن اللي هي تأخذ مواضيع اللي تخص يعني الطفل وصحة المرأة، ولكن يعني اللي أنا أسمع دائما في اختلاف مثل ما ذكرت الأخت آمنة أن في اختلاف في تحديد الأشهر، يعني مثلا متى الأم تحرص أن تبدأ يعني تدخل بعض الأكلات للطفل حتى نوعية الأكلات. فأتوقع دكتورة لو تعطين نصيحة أخيرة للأم
الأمهات بالأخص أنه لابد أن يكون عندهم وعي كامل يعني قبل لا تتخذ القرار اللي إذا بتدخل الأكل أو حتى أنواع الأكل. يعني في بعض الأمهات تقول لك والله لا نحن مفروض أنه في البداية مثلا بطاط وخضروات، بعضهم يقول لا والله نحن نقدر نخلط بعض الخضروات. فلو تنصحينهم بشكل عام يعني كيف مفروض الأم تأخذ قرارها وقرار يكون يعني علمي مبني على أسس علمية. مثل ما قلت أنا أول شيء أنا يعني كأنا كأخصائي التغذية أنا أنصح في 5 شهور. ليش؟ وبعدين أنا أشوف نمو الطفل كيف، هل الطفل فعلا مستعد أنه يأخذ ولا الطفل بعده مش قادر يثبت نفسه، لك الطفل بعده مش قادر يقعد، الطفل بعده مش قادر يثبت ركبته. إذا هذا الطفل هذا كيف يبلع إذا هو مش قادر يثبت ركبته؟ نعم. إذا أوكي هو وصل الـ5 بس الطفل بعدين نموه مش مكتمل كامل، يعني تقدرين تقولين أستاذة رمية أنه هذا يعتمد من كل طفل لآخر على الطفل. يعني على قدرة الطفل على أنه يجلس وأنه يثبت رأسه، وكل أم هي عارفة متى تبدأ بإطعام طفلها. بإطعام الطفل صحيح. لازم نبدأ إحنا الأكل، أول شيء الأكل يكون وايد سائل وتكون كم من لقمة. صحيح. هذا الموضوع أعتبرها أنا كوجبة، لا هاي أنا أعتبرها بس كي بداية. نعم. يوم الطفل بيبدأ ياخذ طاسة، هاي أنا أقدر أبدل الحليب بالأكل، هذا أنا أعتبرها وجبة كاملة. صحيح أستاذة لمية، الحديث معاك طبعا شيق جدا ومعلوماتك ما تنتهي أستاذة لمية، وبنستضيفك إن شاء الله مرات جاية معانا في نفس الموضوع لأن حابين نتطرق لمواضيع أكثر تندرج تحت هذا الموضوع. شكرا لك أستاذة لمية المصطفوي، أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي على هالمعلومات القيمة. وأما الآن مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم، فقرة صحة المرأة وتحت عنوان تمارين عضلات قاع الحوض. طبعا دائما اختاما عندك هالفقرات. وطبعا أخوي عبد الله، تمارين عضلات قاع الحوض هي تمارين بسيطة تعتمد على حركة شد ورخي عضلات قاع الحوض بهدف تقويتها والقدرة على التحكم بها، ويمارس العديد من الأشخاص هذا التمرين من أجل الاستفادة من إيجابيته. وطبعا الحديث عن أهمية هذه التمارين وتمارين عضلات قاع الحوض عفوا بتكون معنا اليوم الدكتورة هالة خليفة الكتبي، طبيبة أسرة زمالة في صحة المرأة والطفل في هيئة الصحة في دبي. أهلا فيك دكتورة هالة. السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير. صباح النور. أهلا فيك دكتورة، ممكن تحدثينا في البداية عن شو هي عضلة الحوض وأهميتها؟ عضلات الحوض عضلات مهمة جدا، عبارة عن أنسجة عضلية تمتد ما بين عظام الحوض، توفر لنا الدعم للأعضاء الداخلية للحوض. طبعا في حالة النساء عندنا الأعضاء هذه عبارة عن المثانة، عبارة عن المستقيم، عبارة عن الرحم. فهذه العضلات متحدة مع أنسجة، متحدة مع أربطة، توفر الدعم لهذا المكان وتوفر أن كل عضو من هذه الأعضاء في مكانه السليم يؤدي وظيفته الصحيحة. نعم نعم دكتورة هالة، يعني إذا كل عضو يعني أهمية هذه التمارين وكل عضو يؤدي مهمته الصحيحة مثل ما قلتي، فشو هي الأشياء اللي تؤدي إلى ضعف هاي العضلات؟ طبعا النساء يعني سبحان الله عرضة للتغيرات الفسيولوجية خاصة في فترة الحمل. نعم. الهرمونات اللي تحصل، تغييرات الهرمونية اللي تحصل في فترة الحمل، وزن الحمل نفسه، الأطفال اللي يكون أوزانهم يعني كبيرة فترة الحمل، هذه كلها تأثر على عضلات الحوض. عندنا الولادات المهبلية. نعم. خاصة إذا لا سمح الله الحرمة تعرضت لولادة متأثرة احتاجت فيها مثلا مساعدة عن طريق الشفط أو عن طريق الملقط، عرفتي كيف؟ كذلك السمنة تأثر على عضلات الحوض. يعني هناك دكتورة مثل ما تقولين عوامل عديدة تأثر، عوامل عديدة وتؤدي إلى ضعف العضلات. ضعف العضلات أيوة. التقدم في العمر، تحصل تغيرات هرمونية كذلك مع التقدم في العمر، تقل فيها نسبة الأستروجين. نعم. انقطاع الطمث، هذه الأمور، رفع الأشياء الثقيلة، السعال المزمن، هذه كلها ممكن تأثر على قوة عضلات الحوض.
نعم يعني تمارين. نعم تفضلي. نعم دكتورة، يعني بس عشان ان المستمع يعرف هذه العوامل، او المستمع اللي تسمعنا الحين تعرف ان هناك عوامل تؤدي لضعف العضلات، مثل ما ذكرتي ممكن يكون الحمل، ممكن يكون الحمل بوزن، يوم يكون المرأة اصلا بوزن زائد وهي حامل، وذكرتي كذلك دكتورة عوامل أخرى، يعني نعددها كعامل عامل يعني يسهل على المستمع أنه يفهم العوامل المؤدية لضعف العضلات. تمام، مثل ذكرنا سابقا الحمل وتغيرات الفسيولوجية، ذكرنا الولادات المهبلية، نعم ذكرنا السمنة تأثر بشكل كبير، التقدم في العمر وتغيرات كذلك، نقص الهرمونات الداعمة لعضلات الحوض، هرمونات الاستروجين. نعم. الأمور الأخرى حمل الأشياء الثقيلة، في ناس مثلا متعودة تشيل أشياء ثقيلة، في أشياء مزمنة مثلا أمراض مزمنة ممكن تأثر بعد على عضلات الحوض، ذكرنا السعال المزمن، في ناس مثلا عندها مثلا السعال مثلا بصورة مزمنة. نعم. يخص مثلا ممكن تكون أمراض في الرئة، تكون ظاهرة على شكل كحة مزمنة، عرفتي كيف؟ فهذه كلها يزيد الضغط على عضلات الحوض، يزيد الضغط داخل البطن، وبالتالي يزيد الضغط على عضلات الحوض ويضعف عضلات الحوض هذه. نعم دكتورة، من من العوامل اللي قلتينا أن تؤدي إلى ضعف عضلات الحوض، ممكن ننتقل لأمثلة وأعراض لضعف عضلة الحوض؟ أكيد أكيد. نحن ليش التمارين هذه مهمة؟ نحن التمارين عضلات قاع الحوض مهمة جدا، لأنها دائما تساعد على تقوية وتأهيل عضلات الحوض. دائما إذا في لا سمح الله ضعف، التمارين هذه ترجع العضلات في قوتها وتعيد تأهيلها، لأنها تحافظ على قلنا الأعضاء المهمة اللي هي المثانة، المستقيم، الرحم في حالة النساء في أماكنها الصحيحة، وتؤدي الوظائف بشكل سليم. دكتورة، هاي التمارين تؤدي فقط للنساء ولا ممكن للرجال أيضا أن يقومون بهذه التمارين؟ الرجال بعد كذلك يقدرون يؤدون هذه التمارين. نعم، يعني لها أهمية أيضا للرجال وللنساء. للرجال وللنساء. وطبعا الأعراض عندنا بالنسبة للنساء تعتمد على درجة ضعف العضلات أو العضو اللي متأثر، يعني في هذه مثلا العضو المتأثر بالنسبة لضعف العضلات. مثلا إذا العضلات اللي متأثرة قريبة على مثلا المثانة، فبسبب ارتخاء في المثانة تظهر لنا أعراض أو بوادر، نعرف أن هذه هي سببها مثلا الارتخاء جهة المثانة. في أعراض تخص مثلا الارتخاء جهة المهبل أو جهة الرحم. نعم. عرفت كيف؟ من خلال الأعراض كذلك نقدر نستنتج. إنزين، بس دكتورة كيف تعرف المستقبل. كيف تعرف عفوا المرأة أن هي عندها ضعف في عضلات الحوض؟ أيوة، بنتكلم مثلا على الأعراض المصاحبة للارتخاء من جهة مثلا المثانة. نعم. أوكي أوكي. فتلقين مثلا النساء ممكن تعاني مثلا من تكرار البول، أنها تبغى تصير الحمام بشكل متكرر، تلقينها مثلا تحس أنها لما تروح الحمام ما اكتمل عندها التبول بشكل كامل، عرفتي كيف؟ أو تحس أنها في صعوبة في أنها تتبول، أو لا سمح الله ممكن تحس أنها لما تكح تعطس، تشيل أشياء ثقيلة، ينزل قليل من البول، عرفتي كيف؟ مثلا رايحة الجيم نزل قليل من البول، عرفتي كيف؟ هذه الأشياء البريشر تأثر كذلك وتعطينا هاي الأعراض، بالتالي نستنتج أن هي في ضعف في حوالين المثانة. نعم. عرفتي كيف؟ بالنسبة لمثلا نتكلم مثلا على المهبل أو الرحم، ممكن الحرمة أو السيدة تحس أن في ضغط أسفل الحوض. نعم. أو تقل، أو تحس مثلا بكتلة ملموسة أثناء مثلا الاغتسال، ممكن تشوفها يعني بنفسها، ممكن يكون عندها آلام أسفل الظهر، عرفتي كيف؟ هاي كلها مرتبطة بنزول الرحم أو الارتخاء المهبل. نعم دكتورة لبي، مثل ما قلت يعني هي عوامل عديدة تؤدي لهذا الشيء، مش عامل معين، فالأفضل أن المرأة هي تروح عند
الطبيب المختص بها وتفحص وتتأكد، لأن هاي العضلات صحيح. مثل ما ذكرتي مهمة جدا، ويمكن العديد من النساء تجهل عن تجهل هذا الموضوع. صحيح صحيح. كذلك في نساء يعانون من الإمساك المزمن وهم ما عندهم يعني فكرة أن هذا له علاقة بضعف العضلات. ممكن تحس يعني متى الكرامة تحس نفسها أنا بحاجة لمساعدة نفسها أثناء يعني الخروج، عرفتي كيف؟ ممكن تحتاج أنها تأخذ وضعية معينة من أجل أن الخروج يرفع بشكل سليم. فكل هاي الأشياء تأثر البول عندنا، تأثر الخروج، الثقل، الألم، حتى العلاقة الزوجية ممكن تكون فيها صعوبة، فيها ألم. هذه الأشياء ممكن الحرمة، أنا شجع الحرم صراحة إذا حسوا بأي حاجة من هذه الأعراض أن يجون ويكلمونا وما يحسون بالحرج، عشان نحن يعني نبادر ونحولهم للجهة اللي تساعدهم. مثلا بعد التشخيص، أكيد بعد التشخيص والكشف السريري نحولهم على الجهة اللي تساعدهم أنهم يقوون عضلات الحوض إذا كانت في هذه الحاجة. لأن أحيانا عضلات الحوض ممكن التمارين البسيطة اللي إحنا مثلا نسويها ما تكون تستهدف العضلات اللي هي تحتاج تأهيل، فهم علي؟ نعم نعم. اللي ممكن يكون الخلل، لأن إحنا سبحان الله عندنا يعني هناك تمارين معينة لعضلات الحوض، هل تبين تقولين دكتورة؟ صحيح؟ أيوة أيوة صحيح. يعني عندنا إحنا 12 عضلات، عندنا 3 طبقات في عضلات الحوض هذه، عشان نستهدف العضلة الضعيفة أو العضلة اللي شادة ومسببة هذه المشكلة نحتاج إلى مختص، نحتاج إلى الناس المختصين في هذا الأمر اللي يكشفون على مكان ضعف العضلة أو العضلة اللي شادة ومسببة هذه المشكلة ويعطونا التمارين الأساسية المهمة عشان أن نقدر نحل المشكلة ونقوي العضلة ونعيد تأهيلها. نعم دكتورة، مثل ما قلتي لأهمية هذا الموضوع لأهمية تمارين الحوض هذه، يعني هيئة الصحة أكيد استحدثت في هذا المجال شيء ممكن أنه يخدم المرأة لتأدية هذه التمارين، فممكن تعرفين إذا هناك خدمة معينة تقدمها هيئة الصحة في دبي بخصوص تمارين عضلات قاع الحوض؟ أكيد أكيد. نحن طبعا في كأطباء أسرة نحن الواجهة الأولى اللي فينا فيها السيدة وتعطينا مثلا تشرح لنا مثلا فيها شكوتها أو المشكلة اللي تعاني منها، بالتالي نحن نقوم بالفحص السريري، نشخص الحالة مبدئيا، نحولها إلى المختصين مثلا النساء والولادة في المستشفيات عندنا مستشفى دبي أو لطيفة، أو إذا احتاجوا العلاج الطبيعي اللي هم اللي متوفرين كذلك في هذين المستشفيين. طبعا المشكلة نفسها درجات، لها درجات وتعتمد، لكن الأساس هو التمارين وتقوية عضلات الحوض وتأهيلها عن طريق العلاج الطبيعي دائما. هذا هو خط العلاج الأول. في حالات درجات المشكلة فيها كبيرة تحتاج تدخل جراحي، ولكن تداركها بالعلاج الطبيعي وتقوية العضلات يؤدي إلى نتائج أحسن حتى ما بعد العملية. نعم دكتورة لمية، طبعا ليضيق الوقت ممكن تعطينا نصيحة أخيرة نقدمها للمستمعين في هذا المجال؟ أيوة، النصيحة كالتالي، أن أنا أشجع الحريم أن ما يحسون بالحرج من ذكر هذه الأمور. إذا كانت في أي حاجة من الأشياء اللي تطرقنا لها وذكرناها، أن على طول تتوجه لأقرب مركز صحي، تصارح طبيبتها ونحولها إن شاء الله الجهة المختصة بعد الكشف والتشخيص للحصول على نتائج يعني جيدة. هذه العضلات جدا مهمة، وأن نحن نحافظ على وظيفة الأعضاء هذه يعني شيء ممكن تداركه وشيء ممكن يتصلح، وأنها يعني ما في داعي للحرج أبدا. نعم دكتورة خالة خليفة الكتبي، طبيب أسرة في وزمالة في صحة المرأة والطفل، شاكرين لك تواجدك معنا وهذه المعلومات القيمة عن تمارين قاع الحوض. شكرا لك دكتورة. وفي ختام حلقتنا أعزائي المستمعين نذكركم بضرورة لبس الكمامة للوقاية من COVID-19، كما نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم.
والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا المتميز نمر محمد، وفي التنسيق والمتابعة كانت معاكم أختنا إسراء الهاشمي ومحدثتكم آمنة آل علي وزميلي عبد الله جمعة. دمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.